هعود للقرار المركزي. في مصادر أكدت أن البنك المركزي أصدر تعليمات للشركات الأجنبية العاملة في مصر بالتعامل بالجنيه المصري مع الشركات المصرية من موردين ومقدمي خدمات. يعني البنك ده الأصل، المصري، هو ده البنك الأصل يا المركزي فندم. يحث الشركات الأجنبية على التعامل بالجنيه المصري. بالظبط كده، احنا بنقول في حالة خلاف هذا القرار بقى، طب في معلش، حالة خلاف هذا القرار. هاخد مثال تاني. لو أنا اتفضل. شركة عقارية وباخد من الأجانب أو المصريين المقيمين بره مصر تحويلات بالدولار، كويس، هدفع عليها ضريبة إزاي؟ هتحطها في وقعك الضريبي، ان انت حصلت مقابل بيعك للوحدات دي بالدولار او بالعمله التانيه دي، وبالتالي هتحسب لك في اقرارك الجزء ده بالدولار، تدفع الفرق بالدولار بس. وبالتالي سواء كنت فرد أو شركة، في شهر قبل نهاية شهر 3 وأنا رايح الضرايب، هيبقى معاك الجزء أبو دولار والجزء أبو جنيه مصري. هو ده كان بيحصل طول العمر يا فندم، بس كنا ساعتها بيحولوا في مصلحه الضرايب الاجنبي بالمصري حسب سعر السوق. طيب النهارده عشان الموضوع اختلف وعندنا اشكاليه كبيره في النقد الاجنبي، قلنا لا، بدل ما نقعد نحسب ب 30، لا ده ب 40، الكلام ده قلنا خلاص، ما دام حصل بالدولار يدفع بالدولار. مش عارف، بس يعني اعتقد ان انا وبالعكس كمان من الحكومه حقي سهلت من اكتر. يعني من حقي ان انا ادفع ب انا مش ذنبي ان العمله مرتفعه، انا من حقي ادفع بالسعر الرسمي اللي معلن من البنك المركزي. انت حصلت بالدولار، فمش هنخش في اسعار بقى سياده يا الحسن فندم، العام، هنخش ده مش موضوعي يعني، ده او ده مش موضوع الدوله. انت بتسالني بالجنيه المصري، ما تسالنيش بالدولار. ده رايي يعني، ممكن الناس تختلف معايا هو يعني. الطبيعي والعادي والمعتاد. انا كنت بسالك بالجنيه المصري بس، انت كمان خالفت المعتاد وبقيت تحصل انا ما بالدولار انت خالفتش كمان. القانون خالص، انا لا، بشتغل خالفته وفقا بان للقانون. قانون البنك المركزي يا فندم قال ان تحصل بالدولار بالمصري انت كمان، انت النهارده ما بتحصلش بالمصري، ما يا دام انت فندم ما بتحصلش القانون لا بالمصري، يمنع انه لو في عنصر اجنبي ان يكون التعامل بعملة اجنبية. التعامل بعمله اجنبيه يا فندم مفيش اشكاليه فيها خالص. طيب، واللي كان بيحصل انه بيتعامل بالعمله الاجنبيه فباجي اقول لك وكان ايه؟ باجي اقول لك ايه؟ انت اللي اعلنت كحكومة وكبنك مركزي انه سعر الصرف 31 جنيه، اتفضل ادي تمام، الضريبة على الحسبة بتاعتك. مفيش ادنى مشكله. بس انا كمان كبنك مركزي قلت لك التعامل يكون بالجنيه المصري داخل جمهوريه مصر العربيه، سواء كنت انت شركه ما اجنبيه هو او داخل شركه جمهورية مصريه. مصر العربية. داخل جمهوريه مصر العربيه لقينا في شواذ عن هذه القاعده الشهرين الثلاثه اللي فاتوا، بقت الشركات الاجنبيه بتلم بالدولار ما بتاخدش بالمصري. هنا هم اللي غيروا، واحنا عشان الدوله ما تصطدمش معاهم في حركه بيعهم وشراهم سهلت لهم، قالت لهم ما فيش اشكاليه خالص، انت مصر انك تحصل بالعمله الاجنبيه حصل، بس كمان تورد الضريبه بايه؟ بالعمله الاجنبيه من طب ذات نفس العمله. بس تفتكر سيادتك القرار ده هيبقى ليه أثر على حركة التجارة في الكام يوم الجايين؟ على الاطلاق ما فيهاش اي حاجه سلبيه، بالعكس ده هو انت كل ما بتكون واضح مع الموردين بتوعك او الممولين الخاصين بمصلحه الضرائب وتبقى قراراتك واضحه ومتسقه ما بيحصلش اشكاليات في ده يعني.